بالنسبة لهذا فيروس كورونا، هو واحد الفيروس اللي جد خطير. هو انه من الواحد انه كاين في الصين، وتنتمناو ان شاء الله باش ما ينتشرش في البلدان الاخرى وما يجيش للمغرب. ونتمناو ان الوزارة تاع الصحة انها تاخذ كامل التدابير والاجراءات باش تمنع خصوصا الانتشار تاعو، حيت صراحة الا تدخل بحال هذا الفيروس للمغرب، خصوصا المغرب، فعلا هذا الامر هذا غادي يكون اشكل واحد الخطر، خصوصا ان البنيه التحتيه تاع الصحه تبان لي انا من وجهه نظر تاعي انها خاصه بزاف باش تحارب بحال هذا الفيروسات وهذا سميتو. هذا من المنظور ديالي. احنا جد متخوفين من الفيروس، لان في المطارات كاينين الاجراءات الاحترازيه، ويمكن استيعاب هذا الفيروس والمراقبه ديالو، ولكن في المعابر الحدوديه البريه يصعب ذلك كثيرا، لانني عاينت عن قرب معبر القرقرات وشفت، لان السلع الصينيه الاكثريه كتدخل على موريتانيا ولا كتدخل مغربه. انا كنعرف واحد الفيروس اللي كنعرفه هو كولونا كولونا ولا كلونا. اما فيروس كورونا ما كنظنش انه غيوصل للمغرب، لان حنا المناعه اللي عندنا واكلينا، حنا المناعه اللي عندنا مناعه خطيره جدا، لا ما كتستقبل، ما كناكلو خفافيش، ما كناكلو فيران، ما كناكلو، الحمد لله كناكلو ما احل الله. غير باش فيروس كورونا ما كنتمناش انه يدخل المغرب، وكنتمنى من وزاره الصحه هي تاخذ الاجراءات اللازمه، لا في المعابر المائيه، لا في المعابر زعما في المطار، لا في المهم في جميع. وكنتمناو اللي شاف شي شينوي زقف قرقل في اطار الضحك، زعما حداو منهم راه كياكلوا الخفافيش، راه شي يامات كانوا عندنا حتى حنا شي وحدين كانوا ساكنين في دربنا، راه حتى الكلاب ما بقاوش كيهو، ما بقيناش كنسمعوهم حتى توحشنا الكلاب. صراحه هذا الفيروس ما عمرني ما سمعت به وما عرفتش واش نهائيا، ولا كانت شي حاجه خايبه تبعد على المغاربه. السلام عليكم. هذا المرض كورونا اللي كان سبب ليه انه قال لك راه تنشا في الشينوا، المهم بزاف ديال الاراء كاين كيقول راه بالنسبه للانتشار جا من واحد السوق ديال الحيوانات اللي كانوا كي المهم هما كيعرفتين الشينوا راه كياكلوا بزاف ديال الحيوانات ديال الانواع، وكاين اشكال الناس اخرين كيقولوا راه يقدر شي دوله اخرى على حساب الاقتصاد ديالهم اللي غادي في واحد التطور مزيان يقدر دارت لهم شي هذا باش ينتقموا حتى هما باش يشدوا الدولار، كل واحد اش كيقول، ولكن حنا هاد الساعه ما حتى واحد ما عارف، يعني كيبقى واحد المرض اللي غامض بزاف. الحمد لله ولدي، حنا كنقولوا بانه هذا المرض هذا بانه خايب، وكنسمعوا عليه الامراض الخايبه، وكنسمعوا الامراض المعديه، وكنسمعوا بزاف، ولكن بالله وجهد الله والملك ديالنا الحمد لله، والاسره العلويه والدعوات ديالنا، وبلادنا نقيه والحمد لله، وربي نجينا من الارهاب ونجينا من جميع المشاكل، وربي غادي نجينا حتى من هذا المرض المعدي. هو دو الامور داخل فيها مولانا، يا غير لازم يعني التوعيه، لازم يعني تقريبا يعني وزاره الصحه يعني تراقب حدود وداك كامل. خويا الا جا فيروس كورونا من المغرب نسبو كي نديرو نخويا ونمشيو للجبال، المهم ما يقيسناش داك الشيء والسلام، ونديرو الوقايه ديالنا تاع حنا دوكا سميتو دوكا الماسكار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.